والله الاوضاع عجيبه خالص، وكنا حارسين الكنيسه وكنا قاعدين جنب الكنيسه ولا في اي حاجه، والمسيحيين قاعدين معانا ليل ونهار احسن من الاول. بس عايزين تظبط المنطقه دي بقى، يعني تخلي المسؤولين يظبطوا المنطقه دي عشان يبقى مدخل الكنيسه بقى كويس كده وبتاع، وتظبط المنطقه دي. شغال 24 ساعه ما بيناموش. الورديه دي بالسلم دي واخر حلاوه، ومية مية، والجو هادي واخر حلاوه، كلهم شغالين اخر حلاوه، واحنا بتوع بعضنا كلنا ما فيش اي حاجه خالص الحمد لله يعني رب العالمين، وعايشين قاعدين كذا سنه. كل واحد من المسيحيين كنا بنقوم له باي خدمه يعني تبقى موجود محتاج خدمه، سواء فلاح سواء اي حاجه عايز مساعده تحت امر، لان هم بيبادلونا نفس الشعور في اي شده بيبقى جنبين. واذا كان اللي حصل ده احتدى من شويه شباب صغيرين مش مقياس للبلد، يعني الناس كلها كويسه مع بعضها. وبالنسبه للجيش، الجيش مامن على البلد كويس، وما فيش اي حاجه من غير الجيش ومن غير اي حاجه. بالنسبه للشغل شغال في الكنيسه وشغال في المشروعات اللي هي بيعملوها الحكومه دي، طوابين والمستشفى وكل حاجه يعني شغال فيه. يعني بيقول له ده محاوله 9 ايام وتخلص الكنيسه، عشان بيقول لك هيصلوا فيها. يعني هو كله كان ماشي خوف بس وكده، لكن كله رجع ما فيش اي حاجه، يعني ما فيش اي حاجه. وحتى اخواتنا المسلمين بيعاملوهم كويس، مش اي حاجه يعني. لا شغال كويس جدا، وبيشطبوها افضل من الاول، يعني احسن من الاول بكتير. يعني هتخلص على العيد ان شاء الله. قالوا هنصلي فيها ان شاء الله على العيد. ما فيش اصلا حاجه اسمها مسلم ومسيح، ماشي. احنا بلد ارياف تحكمنا العادات والتقاليد والقيم والاخلاق والمبادئ والمسر العليا. جيش يقيم بناء 600 متر ترميمه وتظبيطه وتعديله في بالظبط 18 يوم النهارده، دي يعتبر معجزه، ونشكر الله ان هي عبرت المحنه وتقاربت الناس اكتر وتحب الناس اكتر وتعاون الناس اكتر، وان شاء الله تظل مصر عظيمه الى ان يرث الله الارض من عليها.